السلام عليكم، نعود معكم في الأسبوع الثاني لسمارت سيتيز اند سيستمز. المساق عندي اليوم حنتكلم على الديجيتال ايكونومي وبعض المفاهيم الضرورية معرفتها في الديجيتال ايكونومي لنقدر نستوعب ايش بنعني وكيف التطور في الاقتصاديات المدن الحديثة والمدن الذكية. الآن continuous advances in technology are dividing the digital economy. يعني زي ما بنلاحظ أنه التكنولوجيا عمالها بتتقدم بشكل كبير، وهذه قسمت إلى الاقتصاديات. صار اقتصاد المعرفة إحدى الاقتصاديات اللي هي بتدعم النمو الاقتصادي في البلدان. يمكن بنلاحظ الاقتصاد بعض الدول صارت تبيع خدمات إلكترونية أو خدمات معرفية للدول الأخرى. Digital technology shows a spectacular growth in capacity and price or performance. For example, internet bandwidth and traffic processor speed, storage capacity. This pace of growth outperform any other technology. لاحظ هذه ثورة معلوماتية، هذه الاسم الحقيقي عليها. ليش؟ لأنه الآن سواء لما نتكلم على الإنترنت باندويت قبل 10 سنين عن اليوم، فرق شاسع في هذا المجال. سرعة المايكرو بروسيسر كبيرة جدا مقارنة بالسابق. تكلم على الستوريج كاباسيتي، يعني قبل 10 20 سنة وين كانت وين صارت حاليا. النمو بشكل يعني رهيب جدا. إذا بنيجي بنطلع مثلا ل المونتلي فاليوم ان بيتا بايت اوف اي ام اس 9 انترنت ترافيك، بدنا نشوف كيف الترافيك حصل من 2006 ل 2015. نلاحظ ال 2006 الموجود عندي هان، هي في الرينج اللي تقريبا حوالي 30 بيتا بايت، وطلع عندي الان لما نتكلم عنه تقريبا قريب لل 900 بيتا بايت. يعني هذه تقريبا 45 ضعف in 10 years، في 10 سنوات تضاعفت الترافيك تبع الانترنت 45 ضعف. يعني زمان كان، بتذكر أنا اشتغلت على الإنترنت في 1992 أول مرة أشتغل عليه، وكان يعني الحركة، أنت المعلومة المتوفرة هناك قليلة، والحركة اللي أنت بتدور على يعني بتعمل فيها برضو محدودة. وأيام ما كنا بنعمل بروتوتايبينج للترافيك على الإنترنت، يعني كيف هي وإيش الحركة تبعتها وكيف نقلل أو نخفف مناطق الزحمة. الآن نفس الشيء لما نتكلم على البروسيسر سبيد، بنلاحظ عندنا من 2008 ل 2015 71 ضعف تقريبا في 7 سنوات الضعف. الآن عندنا جوردون مورز لو، computing power doubles every 2 years and decreases in relative cost. The law fits data from 1970 to 2014. يعني هذا القانون تقريبا ثابت من سنة 70 1970 ل 2014، انه السرعة يعني الكمبيوتنج باور اللي هي قوة القوة الحسابية للمايكرو بروسيسورز doubles every 2 years، يعني كل سنتين تتضاعف. الآن جايكوب نيلسونز لو of internet bandwidth, the speed of high-end user connection grows by 50% per year. يعني سنة عن سنة 50% السرعة تبعت المستخدم اللي بيجي على نهاية الخط بيلاحظ انه يعني بصير نمو في سرعة، او خلينا زيادة في سرعة الانترنت 50% عن السنة اللي قبلها. وهذا من سنة 1983 ل 2014. هذول مهمة تعرفهم، النيلسونز لو والمورز لو. المورز لو اللي دخل بالكمبيوتنج باور، وهذا قلنا doubled every 2
2 years، هذا من 70 لل 2014. الان نيلسونز لو له دخل بالانترنت باندويت، بيقول هذا الزياده النمو عندي 50% بالسنه من 83 لل 2014. طيب الديجيتال تكنولوجي از انيبلينج شيفتس ان ذا ايكونومي، يعني ايش بيصير؟ الاقتصاد بيصير له النقله النوعيه. طب سمارت سيتي بارت اوف ذا برودر ديجيتال ايكونومي، سمارت سيتيز ار نوت ان ايزوليتد فينومينون بات ار بارت اوف ا برودر ترانزيشن توورز ديجيتال ايكونومي. يعني المدن الذكيه هي جزء من اللي بيسموها عالم الرقمنه او الاقتصاد الرقمي. 5 domains make the business model canvas. الكانفاس هذا ايش؟ اللي هي النموذج اللي بيسوي النموذج تبع خطط الاعمال. طب هو ايش او نماذج الاعمال؟ النماذج الاعمال تنقسم للجزئيه التاليه: كي بارتنرز، مين هم الشركاء الرئيسيين؟ كي اكتيفيتيز، ايش الانشطه الرئيسيه؟ كي ريسورسز، ايش الموارد الرئيسيه؟ الفاليو بروبوزيشن، القيمه تبعاته، ايش هذا بضيف قيمه؟ كاستمرز، كاستمر ريليشن شيب، العلاقات مع الزبون كيف بدها تكون، هذا حنوضحهن. التشانلز، ايش هذا؟ عبر اي قنوات بده يتم هذه ضخ المنتج او الخدمه. والكاستمرز سيجمنتس، مين شريحه الزباين اللي انا بدي اياها. طبعا هذا في عندي بيجي في الكوست، ايش هذول لهم دخل الانشطه الجزئيه هذه بالكوس، قديش التكلفه، وهذه لها دخل من وين بدي يجي لي يعني الارباح او الدخل بهنا. هنا التكلفه وهنا ايش الدخل. Digital technologies are doing for human brain power what the steam engine and related technology did for human muscle power. They are allowing us to overcome many limitations rapidly and to open up new frontiers with unprecedented speed. يعني لما أجي بطلع فيها المقارنة هان، شفت كيف يعني خلينا نقول المواتير تبعات البخارية، أو كيف عملت نقلة في المواصلات، في عالم المواصلات، أو في عالم في العالم السابق ما قبل الثورة الصناعية. الآن هذه الديجيتال تكنولوجيا عاملة في نفس العمل، نفس تقريبا مرادف لما عمله المواتير البخارية للي في الثورة الصناعية، للي بيعملوا الديجيتال تكنولوجي للاقتصاد العالمي الحديث. طيب big shift in economy، الفاليو بروبوزيشن اللي احنا حكينا عنه قبل شوية. everything that can be digital will be digital، كل اشي هو ممكن يكون digital فهو حيكون ايش digital. Physical products are transforming into digital products in three different ways. يعني عادة المنتج الحقيقي أو الواقعي بتحول لديجيتال في ثلاث طرق. إيش هما؟ Product will be entirely digitized. يعني العالم هذا بتحول لعالم رقمي. زي إيش؟ الموسيقى، الفيديوهات، الديجيتال نافيجيشن اللي هو يعني خلينا نقول البحث او العالم اللي بنقوم فيه لما في الطرق او في الفراغات او في الخرائط. يعني هاي الديجيتال كورنسي، العمله الرقميه، هدول حاليا كل هذه الشغلات صارت ايش؟ عالم ديجيتال. يعني انت في الساتلايت تبعك لما بدك تروح لاي مكان هو بحدد لك الموقع وبيقودك في الطريق للمكان اللي بدك اياه، فهذا عالم ديجيتال. الموسيقى والفيديو الان كلها هيتها ديجيتال. بتذكر انا قبل تقريبا يمكن 30 سنه اول ما كانوا يدخلوا الديجيتال فيها كانت الكواليتي تبعت الصوت تعبان كثير، يعني مقارنه بالموجود عليه الان. الان تعطيك الديجيتال فيري هاي كواليتي، احسن بكثير من عالم الانالوج.
Side effect of this trend is dematerialization of an array of physical devices to an apps on smartphone. يعني زمان كان عندنا الكاميرات سواء الجيزيسي أو الفيديو، الميوزك بلاير سي دي بس للموسيقى، جهاز نافيجيشن ديفايس هذا بس بيعمل جهاز تتبع. الآن هدول على الجوال أبليكيشن بسد عنهم، فهذه الحاجات اختفت. يعني الآن قليل لما تشوف حدا شايل كاميرا وبصور فيها، الكل شايل جواله وبصور فيه. لما حدا بده يسمع أو يتفرج على حاجة على الجوال صار شوي شوي حتختفي هذه الأجهزة، ويمكن بعض منها اختفى من السوق ففيش إلها شيء. الطريقة الثانية هذا إيش بنقولها، برادك will be entirely digitized، هذا كله هي حتحول لرقمي. برادك become hybrid، يعني جزء ديجيتال وجزء إيش فيزيكال. إيش هما الآن؟ تسلا موديل S is a good example. هذه اللي عندي سيارة، السيارة اللي عندي اللي هاي only updating the software is needed augmented the functionality of the car with an autopilot. الآن تسلا كار هذه بتشتغل إنها هي بالسوق حالها، يعني سيلف درايفنج كار. فالسيلف درايفنج كار لما أنا بدي، هي سيارة فيزيكال يعني موجودة على الأرض، فيها لما بدي أعملها تحديث بحدث البرمجيات فيها. فهي يعني زي حكاية أنا لما بدي الكمبيوتر اللي عندي بدي أغير الأداء تبعه إيش بسوي، الكمبيوتر فيزيكلي موجود عندي، أنا بنزل نسخة محدثة للسوفتوير زي اللي بيعملوه في الجوالات أوتوماتيكلي بيعملوا أبديتنج للسوفتوير. فأنا بحدث في أداء الجهاز في نفس الوقت ضل عندي الفيزيكال برودكت زي ما هو موجود. برودكت كان بي أوغمانتد وذ ديجيتال أبس تو بروفايد ديجيتال سيرفيسز زي سمارت سكيل application analyze the results and give personalized advice and weight control. يعني احيانا زي الاجهزه اللي بتقيس ضغط الدم، بتقيس المسافات اللي بقطعها، هذه application. ايش هذه بتعمل فيها؟ هذه الحاجه الفيزيكال، الفيزيكال اللي هي زي الساعه مثلا، الساعه بتقيس المجهود اللي انت بتعمله، او الجوال بقيس المجهود اللي انت بتعمله، تعطيك نصيحه. مثلا الساعه السمارت واتش ايش بتقول لك؟ بتقول لك بتعطيك رساله، والله اليوم مشيك ما مشيتش المسافه اللي انت فيها اللي لازم تمشيها، لان هي قاست قديش انت الحركه الموجوده عندك. مثلا لو انت عندك 10,000 خطوه في اليوم، تيجي تقول لك والله انت مثلا مشيت 8,000 خطوه، فانت بدك شويه. النوم تبعك مثلا انت نمت 6 ساعات، المفروض تنام 8. أو لما تعمل أكثر من المجهود بتقول لك والله لما توصل للعشر، أنت الجول تبعك 10,000 خطوة وصلت لها، بتقول لك good job أنت وصلت للجول تبعك، goal achieved، فأنت عملته. فهذه من الشغلات. أو أنت مطلوب تنام 8 ساعات، لما تنام بتقول لك good work good job أنت نمت الساعات المطلوبة منك. هدول هاي الثلاثة عندي إيش؟ واحدة بنعملها augmented والديجيتال application، الثانية hybrid عندي digital وفي عندي إيش software بيصير له updating، الثالثة اللي هي entirely digitized الموجودة. طيب بناخد احنا بريك وبعدين نرجع كمان شوية في هذه الموجودة.